أبو ركان من الرياض معنا. تفضل السلام أبو عليكم. ركان. عليكم السلام. جزاك الله بالخير. حياكم الله. الله يسعد مساك طال عمرك. الله يسعد مساء الجميع. مرحبا يا شيخ. الله يحييك. الله يطول عمرك. الله طاعته. تفضل. الله يرفع درجاتك إن شاء الله. آمين آمين آمين. تفضل سؤالك يا أبو الغالي. ركان. عندنا سؤالين الله يطول عمرك. تفضل تفضل. نعم. السؤال الأول طال عمرك، احنا يوميا نصلي على جنائز. نعم. وسألت الشيخ قلت له يا شيخ ليش ما تعلن اسم الجنازة فلان الفلان. نعم. ما هو لازم هذا، لأنه طال عمرك بعد مضي العزاء نعرف أنه فلان الفلاني ونتحسر ما عزيناهم. إيه لو أعلن يكون أحسن، ولكن ما يلزم هذا. يقول لا يجوز، يقول لا يجوز، ما يعني حرم الباب هذا، يقول لا تناقش فيه. لا يجوز لكن ما هو لازم.